أعزائي المشاهدين، محبي وأصدقاء برنامج هيلث سبورت، النهاردة موعدكم مع حلقة جديدة، حلقة حبينا نقدمها لكم من جو طبيعة. حبينا نقدم لكم حلقة في الهواء الطلق. حبينا نقول للناس كلها إن الرياضة أهم شيء. حبينا نقول إن أنتوا في مناظر طبيعية ممكن إن أنت من خلالها تقدم الرياضة بشكل أو آخر، ونقول ان الرياضة للجميع. الرياضة للجميع ديت بمعناها ان ممكن الكبير يلعب رياضة، الصغير يلعب رياضة، الشباب يلعبوا رياضة، البنات يلعبوا رياضة. طول ما في جو وطول ما في اماكن حلوة في بلدنا ممكن ان احنا نمارس الرياضة في اي مكان. المكان اللي احنا النهاردة بنقدمه على شط البحر، بمعنى ان احنا لو لعبنا رياضة على شط البحر بنستفيد حاجتين. الحاجة الأولانية إن احنا بناخد المنظر الطبيعي اللي بيخلي نفسيتنا مستريحة ونخلينا إن احنا نمارس الرياضة بشكل طبيعي وشكل صحي. الحاجة التانية إن احنا بنخلي حاجات كتيرة قوي وعوامل كتيرة قوي تتدخل وتبقى مساعدة للرياضة، بمعنى إن أنا لو لعبت رياضة على الرمل ممكن إن أنا أقوي عضلات رجلي، ممكن إن أنا من خلال الهواء الطلق أحسن الصورة الطبيعية للجهاز التنفسي عندي، ممكن ان انا امارس حاجات كتيرة مختلفة في الرياضة زي الكرة الشاطئية وكرة القدم ممكن، وحاجات كتيرة او العاب كتيرة قوي. بس قبل ما احنا ان احنا نقدر ان احنا نقول الرياضة للجميع، لازم نقول ان الرياضة عامل اساسي لكل فرد من افراد المجتمع. احنا النهاردة هنقدم لكم حاجتين مهمين جدا، نعرفكم اهمية الرياضة في كل مرحلة من مراحل العمر. الحاجة التانية نقول لو انا عندي اصابة ايه اللي ممكن ان انا اقدر اعمله في الهواء الطلق، واكون انا ممكن اقدر اعمل التأهيل بتاعي من غير اي مشكلة، وفي نفس الوقت في جو الطبيعة والخيال اللي احنا شايفينه دوت والجو الحلو بعيد عن الاماكن المغلقة ممكن ان احنا نمارس رياضة، ممكن ان احنا نعمل كل حاجة حلوة في الجو اللي احنا شايفينه دوت. ونقول الرياضة للجميع، فاصل ونواصل، اوعوا تروحوا في اي حته. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما وعدناكم في برنامجكم اللي دايما بيقدم لكم كل هو ما هو جديد، حبينا ان احنا نعرفكم النهارده الرياضه واهميتها زي ما نوهنا في بدايه الحلقه. طيب، اهم حاجه لما اجي امارس رياضه في الجو دوت وعلى الرمله الحلوه ديت وفي المنظر الطبيعي دوت، لازم اول حاجة ان انا اعملها لازم اعمل 5 دقائق تسخين لكل عضلات جسمي، تسخين لجهاز التنفسي، تسخين لكل حاجة تشتغل في جهازي الحركي، علشان لما اجي العب رياضة يبقى كل عضلة واخد حقها من التأهيل علشان اقدر امارس الرياضة بصورة طبيعية. اول حاجة ممكن اعملها ايه؟ لو انا جريت في مكاني 5 دقائق وبعد كده نمت على الرملة الحلوة ديت وعملت تمرين لكل عضلة، وهنعرض لكم نوعية التمرينات المختلفة بأشكالها المختلفة في الفاصل، يبقى احنا يهمني ان انا اعرف حاجة ان انا كل عضلة لازم تاخد المجموعة المناسبة بالاعداد المناسبة لكل عدة وكل تمرين. بمعنى لو انا عملت التسخين بتاعي لمدة 5 دقائق وبعد كده عايز احرك دراعاتي، عايزين نتعود دايما ان احنا حركة كل مفصل الطبيعية هي ديت الحركة اللي هعملها خلال تأدية التدريب بتاعي. بمعنى يعني انا لو اشتغلت على عضلات الرقبة، كل السادة المشاهدين عارفين ايه الوضع الطبيعي لعضلات الرقبة، ان انا ممكن اشغله يا اما قدام يا اما ورا يا اما يمين يا اما شمال، يا اما بنام على كتف اليمين يا اما بنام على كتف الشمال، يا اما بعمل دوائر واما دوائر عكسية. يبقى دوت بالنسبة لإيه؟ لعضلات الرقبة أو لمفصل الرقبة أو الفقرات العنقية. أي نوع من أنواع المسميات ديت ينطبق على الإيه؟ الجزء العلوي. طيب، لو أنا جيت اشتغلت على الكتف، إيه الحركات الطبيعية بتاعته؟ يا إما بعمل دواير أمامية، يا إما بعمل دواير خلفية، يا إما بعمل دراعاتي في الجنب وبنزلها. يبقى دوت إيه؟ الحركة الطبيعية للمفصل بتاعة مفصل الكتف. طيب، لو انا خلصت مفصل الكتف، مفصل الكتف او الدراع عندي كذا مفصل، يا اما الكتف
يا اما الكوع يا اما الريست. لما هبتدي بالفقرات العنقيه يبقى لازم ان انا امشي باتجاه طبيعي متسلسل، بمعنى ما ينفعش ان انا اعمل تمرينات لعضلات الرقبه او مفصل الرقبه وبعد كده انزل على الركبه وبعد كده اطلع على البطن وبعد كده انزل على الركبه تاني، ما ينفعش. لازم اخد التسلسل الطبيعي يا اما من تحت لفوق يا اما من فوق لتحت. فاحنا بناء على اللي احنا ابتدينا فيه هنكمل باقي البرنامج بتاعنا. تاني حاجه بعد الكتف عندي مفصل الكوع، ايه الحركه الطبيعيه بتاعته؟ يا اما باخد كوعي على صدري وافرده تاني، يا اما بعمل دواير وبعكس الدواير التانيه. ادي دي حركه طبيعيه بالنسبه لمفصل الكوع. طيب لو جيت انا بالنسبه للريست، يا اما بلم الريست على الساعد يا اما بفرده تاني يا اما بعمل دواير وبعكس الدواير. طيب هل الصوابع ملهاش تمرينات؟ لا ليها تمرينات. التمرين الطبيعي بتاع الصوابع يا اما بسبح بكل صباع الصوابع التانية كلها علشان كل مفصل من صوابع المفاصل اللي عندي تتحرك، يا اما زي ما بطرقعها كده للقدام وبرجعها تاني، يبقى انا كده خدت المفاصل الصغيرة والكبيرة اللي موجودة في الجزء العلوي. بعد ما اخلص دوت باجي على مفصل الحوض، يا اما بطني يمين وبطني شمال، يا اما برجع للورا او للخلف وباجي بعد كده للامام، يبقى ده كده مفصل الحوض. طيب لو بالنسبه للركبه ممكن اجيب كرسي من كراسي البحر واقعد عليها وافرد ركبتي للامام وبعد كده اضمها تاني، ادي ده تمرين. بعد كده ممكن اقوم على مشط رجلي، اقدر ان انا امشي على مشط رجلي في خلال العمق بتاع الرمل دوت، او احس ان انا صوابع رجلي بتغرس في الرمل علشان بتديني تقويه ان هي بتتحمل كجسم ككل، وبقوي مشط قدمي او مشط القدم بكل ما هو يحمل من مفاصل مختلفة. طيب بعد كده بنام على بطني، بحاول ان انا ارجع جزع للخلف. كل التمرينات ديت بالتفصيل في الفاصل هنعرضها لكم. طيب يبقى انا خدت الجزء الاولاني، طب اعمل قد ايه تمرينات؟ كل واحد ياخد عدد المناسب ليه، بمعنى لو انا قادر ان انا اعمل تمرينات البطن 10 تمرينات الكوع 10، يبقى انا هقدر احددها ان كل مراحل الاعداد المختلفه بالنسبه لمفاصل جسمي بتاخد العدد المناسب ليها. اول ما ابتدي بتعب في اي مفصل اكون موقف العدد تماما علشان اقدر ان انا اواصل واخد راحه 5 دقائق. هنروح فاصل ونعرض لكم بعض التمرينات الرياضيه، اوعوا تروحوا في اي حته. نحتاج أشياء مهمة، ولكم مثلا المخدة، منشفة أو شاش قوي للشد والإرخاء. التمرين الأول وهو إطالة العضلة الخلفية للركبة، وتأكد أن تكون الركبة بوضعية الاستقامة دون الثني. نستمر بهذه الطريقة، تأكد أن يكون ظهر بوضعية الاستقامة. تأكد الظهر بوضعية الاستقامة بهذه الطريقة، ونعد 30 ثانية، ثم نأخذ راحة، ثم نرجع مرة أخرى. نحاول نطبق هذا التمرين 30 ثانية 5 مرات، 5 مجموعات، كل مجموعة 30 ثانية. التمرين الثاني، ونضع ونحاول أن نصل باليد اليسرى أو اليد اليمنى بهذه الطريقة، والضغط على الركبة للأسفل حتى تأخذ العضلة الاستطالة اللازمة لعضلة الفخذ الخلفية. نفس التمرين الأول، نأخذ نفس ونطبق هذا التمرين ونعد 30 ثانية 5 مرات. التمرين الثالث هو تمرين جدا مفيد لعضلات الركبة، ونضغط ونحاول أن نشد العضلات، وتأكد أن تكون الركبة بوضعية الاستقامة. نضغط على الأسفل بالركبة
حتى نعد 1 2 حتى 15 ثانية، ونغير الركبة الثانية بالتبادل بهذه الطريقة كل ركبة 5 مرات. لابد أن يكون الضغط مناسب جدا لعضلات الركبة. التمرين الرابع هو مهم جدا لاستعادة مكان الصابونة أو ما يسمى بالنيكاب، بوضعية تكون في السينر أو بالوسط، بطريقة سهلة مبسطة، يمين يسار أسفل للأعلى بهذه الطريقة، بطريقة سلسة جدا كوضعية المساج. التمرين الخامس وهو أن نشد بهذه الطريقة وتكون بالكرسي، نشد للأعلى وتأكد أن يكون الكاحل للخلف، نشد ثانيتين بالأعلى وثانيتين للأسفل، نحاول أن تكون الركبة بوضعية الاستقامة. التمرين السادس مهم جدا وهو تمرين للثني بهذه الطريقة، بالشد مع الشاش أو حاجة مساعدة لك تكون بهذا الشكل. عند إحساس بالألم توقف 30 ثانية حتى دقيقة، ثم بالرجوع بهذا الشكل مرة ثانية، نشد إحساس الألم، نتوقف، نعد 1 2 3 نصف دقيقة أو دقيقة كاملة. التمرين السابع وهو مهم جدا أيضا تكون بهذه الطريقة، بالشد حتى تأخذ الثني والمد، نكرر هذا التمرين 5 مرات كل مرة 30 ثانية. ممكن من الممكن أيضا أن تشد الركبة بهذا الشكل بالرجل الأخرى. التمرين الثامن مهم جدا، تأكد أن تكون الركبة بوضعية الاستقامة، ثم الشد العضلة الرباعية والرفع للأعلى على مستوى الرجل الثانية. تأكد أيضا تكون بوضعية الاستقامة ثم الشد للأعلى حتى مستوى الرجل الثانية، يتم بالثبات لمدة 15 ثانية ثم النزول. التمرين التاسع تمرين مهم جدا أيضا وتتم بهذا الشكل، بالثبات لمدة 10 ثواني، تأكد أن يكون الجسم كاملا بوضعيها الجانبية. رفع أيضا للأعلى، ثبات. يمكنك القيام بهذا التمرين أيضا مع وزن يوضع بالقدم أو بالكاحل. التمرين العاشر مهم جدا للعضلة الخلفية، وتتم بهذا الشكل بالثبات لمدة 10 ثواني ثم النزول مرة أخرى، نكرر هذا التمرين 10 مرات. يمكنك الزيادة على ذلك ولا مشكلة في ذلك إذا أحسست بالزيادة. التمرين 11 تمرين مهم جدا، خطوتين للأمام، خطوتين ونصف للأمام، ثم النزول كوضعية الجلوس على الكرسي. يرجى التأكد أن تكون الرجل بوضعية الاستقامة، ويرجى التأكد أيضا أن تكون الركبة خلف القدم، وتتم بالنزول بهذا الشكل لمدة نصف دقيقة إلى دقيقة كاملة.
نكرر هذا التمرين أيضا. نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ونكرر هذا التمرين. الثاني عشر وهو وضع الثلج على الركبة، وتأكد أن تكون الركبة بوضعية الاستقامة، ويمكنك وضع المخدة تحت القدم، تكون الركبة وضعية الاستقامة، ومن ثم وضع الثقل على الركبة حتى تنزل الركبة بوضعية استقامة أو الاستطالة التامة. بعد في أي حتة قبل ما ننهي حلقتنا، في حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، اوعوا تروحوا في أي حتة. Are you drinking too much coffee? What about salt? Are you getting the right amount of omega-3 fat? The answer may be in your genes. With recent scientific discoveries, there is now an innovative yet simple test you can take that reveals how your body responds to different foods and nutrients based on your individual genetic profile. Nutritional genomics is a field of research that aims to understand why some people respond differently from others to the same foods they consume. A familiar example would be something like lactose intolerance. Our research at the University of Toronto has shown that small variations in certain genes could have a significant effect on the way our body responds to the foods and nutrients we consume. One particular genetic marker that we identified affects how your body breaks down caffeine. And we've shown that for some individuals who have this particular version of the gene, coffee increases their risk of heart disease, but for those who don't, it might actually be protective. Canadian researchers have made major contributions in the field of genomics and health, and it's particularly gratifying to see some of those discoveries being translated into a useful kit that Canadians can now use to help them lead healthier lives through proper nutrition. We've conducted the very first randomized controlled clinical trial of genetic information on nutrition-based outcomes. Our results clearly show that individuals who receive DNA-based dietary advice find that information to be much more informative. They're also much more motivated to follow the recommendations for healthy eating. We developed this kit to be offered exclusively through registered dietitians because they're the most qualified healthcare professionals to provide personalized nutrition advice. Nutrigenomics is a safe, easy-to-use genetic test kit that can reveal how your body responds to key components of your diet. The Nutrigenomics test kit is offered only through registered dietitians who are the most qualified healthcare professionals to provide personalized nutrition advice. The test results enable you and your dietitian to develop a dietary plan that is tailored to your unique genetic profile. Recent studies have shown that people are more highly motivated to adopt healthy eating habits when given personalized information based on their genes rather than general nutrition advice. Nutrigenomics is revolutionary because it allows dietitians to give tailor-made nutrition advice to help reduce the risk of developing certain diseases and promote optimal health. The test requires only a small sample of saliva that's used to isolate DNA. It's a non-invasive test that meets all safety and privacy standards. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل.